سنوات طويلة قضاها الكاتب عادل صبري في بلاط صاحبة الجلالة أكسبته خبرة مكنته أن يتجاوز صعوبات مهنة البحث عن المتاعب، لكنه في الفترة الأخيرة بات عمله الصحفي كما يقول يعاني من التضييق من قبل السلطات الرسمية. بدأت مصر العربية تواجه ضغوط كبيرة جدا من 2015 بين ملاحقة بعض الزملاء لينا اللي بينزلوا في الميدان القبض عليهم، ثم دخول المكان هنا بأكثر من مرة. شباب مصر عندما ثار في 25 يناير كان مسعاه الأول للحرية، لم تكن لقمة العيش هي الأساس، يعني لأن مصر وضعها الاقتصادي كان أفضل من الآن بكثير. وإلى جانب هذه الملاحقات تعرض الموقع الصحفي الذي يرأس تحريره للحجبي داخل مصر ضمن عشرات المواقع التي واجهت المصير نفسه، وبرغم محاولاته العديدة لرفع هذا الحجب إلا أن محاولات صبري باءت بالفشل. نفسنا نعرف من قام بهذا الحجب. احنا طبعا عندنا يعني جهات قانونية مفروض أنها بتحجب. حضرتك الجهة المسؤولة من ناحية القانون هي وزارة الاتصالات، عشان كده رفعنا قضية على وزير الاتصالات نفسه. وزير الاتصالات رد غريب جدا، وأسند وأرفقنا ذلك بالدعوة اللي رفعناها أمام مجلس الدولة في المحكمة. بيقول إن أنا ما حجبتش أي مواقع ومليش علاقة بهذا الحجب. يعمل صبري حاليا حسب قوله ب20% فقط من طاقة الموقع في الوقت الذي يعاني فيه من تعثر مالي نتيجة تلك القيود المفروضة على حرية الصحافة والتي جاءت ثورة يناير لإسقاطها، لكنها لا تزال حلما ومطلبا بعد مرور 7 سنوات على انطلاقها. طارق علي من القاهرة، برنامج اليوم على الحرة.